احنا شعب ما نجموش نعيشوا من غير كل شخصيه الاب هذيك راهو ما نجموش تو احنا قاعدين رواحنا معناتها كشعب ما نجموش تاريخي يا سندس يهديك الشعوب راهي ماهيش في 10 سنوات او 20 سنه مش تعمل لك قفزه كما تصورها انت هو مسار تاريخي انت تشوف الرينيسانس الكواتروتشينكو اللي سميه تلين في الرينيسانس اللي اثرت في اوروبا يا اخي وقتاش بديت هي اواخر القرن 14 ميلادي و15 الاثار نتاعها وين جات ما انا شفناها في القرن 19 و20 صحيح دونك العباد ما فهمتش نتمس كيفاش يفكروا ما تعملنا حاجه توا غدوه مش نلقاو الثمره نتاعها يستحيل دونك راهو هذه مسارات شعوب ما تنساهاش معناتها لان انا علاش ما نحبهمش المقارنات هذوما هذا انا بالنسبه لي انا ترى انت انا بالنسبه لي حتى عهد العهود كلها خايبه بالنسبه لنا في تونس يقول لك جميع العهود خايبه لكن كمان ثم حاجه ابرك من حاجه لا يا سندي سندي فهمني شوف ريت الفن اهم حاجه هو الفن راهو لا علاقه له ريت علاش ديما الاغاني اللي تمجد الاشخاص ما تبقاش في التاريخ ام كلثوم غنات للملك فؤاد بقاتش اغانيها بقاتش عبد الوهاب غنى للسلاطين والملوك بقاتش اغانيه ما بقاتش بليغ حمدي قرقوا به قالوا له جا اعمل اغنيه للسلطه قال لهم يستحيل لن اغني الا لمصر اغني الا لبلادي شنو المشكله معناتها راهو يشوف الفنان اللي يحب يبقى في تاريخه يغني لبلاده ويغني للمجتمع نتاعو ويغني لشعبه فقط اما انه او هما الفرنسيس وديغور نعطيك الشعوب انت هكذا استاذ انجليزي اش عمل الشعب الانجليزي لوانستون تشرشل بعد الحرب العالميه الاولى في الانتخابات جابوا البر بتشرشل اللي هو زعيم وطني وزعيم عالمي شوف الشعوب كيفاش تفكر ما قعدتش تحس على تشرشل وكذا انت هات مهمه تشرشل في الحرب العالميه الثانيه فليغادر ويجي جيل جديد ديغول نفس الحكايه ديغول اللي حرر فرنسا وكذا جات فتره تفضل ديغول انت هات المجتمعات يا سندس يلزم تفهمها ماهيش مربوطه بالاشخاص ماشي مربوطه بالاشخاص بقابليه التطور مش ما نجموش توي جي توي جي جي بعدنا احنا توي تشوف يا سندس انت متسرعه برشا خاطر توي جي اجيال اخرى وتوي جي تونس تنهض باذن الله ان شاء الله استيرام بيان ان شاء الله في الزمن من الايام نتمنى ان شاء الله ما طولت علينا المده لكن طب طبيعه الانسان والمجتمع انه يتطور يستحيل انه يبقى في نفس الفتره طويلة المدة ممكن أنا متأثرة شوية عندي من اللي تفرجت في دوكيمون اللي هو بلد في البال الحقيقة قعدت متحسرة كأني عندي 100 سنة من الحرب عشت على تونس عندها توا 12 سنة هو سندس ولو باش ندخل أنا شوية هو الحمد لله من فضل الله أنه معناها هو كل شيء يمشي بمشيئة ربي فهمتني ربي سبحانه وتعالى معناها الأمور تمشي بمشيئة ربي ومشيئة الشعوب معناها بعد مشيئة ربي سبحانه وتعالى ولكن الأمر أنه فيه معناها كنا النجم حتى احنا في الفترة السابقة في التسعينات ممكن يوافقني نوري أو موافقنيش تنجم تكون وكان جات الدنيا تعيش حتى خير من كيكا صحيح الفترة ذيك وكان جات لي أنه فم أنا أغزر لي أرانا مشنا في منأى على السياسات العالمية يلزمنا نفهموا هذا صحيح توا سقطت الأقنعة يعني في الدول اللي تسير في العالم لازمنا نكون واقعيين انا كنت يعني كنت يعني اقرا الاشياء بمنظار بعد الثورات العربيه فسخت واصبحت اقرا يعني عملت فورماتاج ولا ايش تسميه كيما تحب تسميه فهمتني وليت نقرا في بقراءه حسب ما تقتضيه الظروف السياسيه اللي احنا نعيش فيها دونك انا يبدو لي أنه في الفترة متاع التسعينات كنا النجم نعيش حتى خير من كيكا صحيح عشنا لباس وصفاء ما كنا النجم نعيش أكثر معناها في بحبوحة العيش خير من كيكا صحيح ولكن كما قالك نور الدين هي عملية تكر وفر اسمعني ومتنجمش مدام يغزر لي مدام خلنا نقول الكلمة ذي مدام ما عصرتش بيدك صحيح يدك ما تغشكش مدامك انت عاتي روحك باش الاخر يعطيك يعصر لك ويرحي لك وينتج لك معناها ما دونك الخوف الكبير شوف شوف فكره في احنا كشعب تونسي هنقول لكم الاخر واش كنت مع دولتنا هي شنو مع الوطن اهم حاجه مع وطننا اش عملت لنا الدوله اش عطانا الوطن مش غادي يعني الوطن نتاعنا اش عطانا اعطانا الارث نتاعو اعطانا التاريخ اعطانا المجد وعطاك الوطنية نتاعك أعطانا كل شيء السؤال المطروح احنا شعطينا الوطنية نتاعنا اذا كان انت تركب لي في مخ الشعب أيه. والشعب كله هو شنو توا فارياستو خاطر كنت
فهمتني الناس كل طالبة أعطيني صحيح دي فهمت ولا يطلبوا الحق والواجب ما ثماش اي صحيح هذه المشكله المصيبه هذاك يقول لك لا لتقديس الاشخاص ولا تقديس الانظمه ولا الانظمه بضيه ستمشي مع التاريخ الاشخاص هذوما سينسيهم التاريخ كل متاكده ومش تبقى في التالي تبقى لنا تونس وش تبقى لنا الوطن نتاعنا وش تبقى لنا الشعب التونسي وشنو المجد اللي عملوا هذا هو فهمتني ماهوش باش يبقى هذيك في الاخر ان شاء الله يعني مفهوم الحق والواجب نقعد ونحن راهو الواجب الحقيقه يبدا نغرسوه في الانسان من الواجبات المدرسيه كي يكون التلميذ متحمل واجبه تجاه الواجب المدرسي تهنى عليه تجاه الواجب الوطني هذاك ما تنساش ايوا دونك ان شاء الله بلادنا المقياس تكون موجود المعيار موجود في التلميذ هذاك اي صحيح يكون الانسان واعي بالواجب نتاعو ومن بعد الحقوق تجيب طبيعتها وان شاء الله الحقوق تولي وقتها تجينا وحدها تمام صحيح تقوم بساب واجبك توجيك الحقوق بطبيعتها مش نواصلوا احنا مع ابداعات نصر سمود ومع صوت نوال غشام في مصعب هالطبيعة فيك.